خلص على مراته اللي عندها 28 سنة، خنقها هي وولاده اللي أكبر حد فيهم 10 سنين، وبعد ما ارتكب الواقعة جري على أهلها وقال لهم الحقوا بنتكم ما بتنطقش. هو نفسه نزل لأبوها قال له بنتك ما بتردش، فطلع طبعا الجيران نزلوا وأبوها نزل جري وأمها. جريمة بشعة أحزنت أهالي محافظة الدقهلية، هنعرف تفاصيلها على موقع تحيا مصر. مش عمرنا في حياتنا ما شفنا الموقف ده قدام مننا، احنا مصدومين. أسرة المجني عليها بتحكي إن الجاني بعد ما نفذ الواقعة بسرعة جري على أهل المجني عليها قال لهم الحقوا بنتكم والعيال، أنا رحت البيت لقيتهم ما بينطقوش. وبالفعل أهل المجني عليها نزلوا بسرعة يشوفوا بنتهم، لقوها مرمية على الأرض وجنبها بنتها الصغير وابنها التاني في الأوضة واقع هو كمان على الأرض. شالوهم وجريوا بهم على المستشفى عادي، ما كانش في دماغهم ولا احنا في دماغنا اللي هو ميت مخنوق ولا الكلام ده كله. افتكروا ان ده تسريب غاز او اتخنقوا من الدفاية وخدوهم بسرعة وجريوا على المستشفى. ما كانش فيه اي شك ان يكون جوزها اللي عمل كده اطلاقا، وده لانهم قرايب في بعض وولاد عم، ومحدش في اهل المجني عليها توقع الغدر منه، خصوصا ان هم ساعدوه كتير، وابو المجني عليها كان مشغله معاه في ورشة النجارة وعلمه الصنعة. ما كانش فيه اي خلافات ما بين العيلتين، وما يعرفوش ايه سبب ان هو عمل كده في بنتهم لحد دلوقتي. شقيق المجني عليها قال ان اختي كانت قاعدة معايا ومفيش حاجة وبنهزر، وطالب منها فلوس لحد اخر وقت لان هي بتشتغل في مصنع تمور، واخر قعدتي معاها كنا بنتكلم بشكل طبيعي وهي روحت بيتها وانا روحت بيتي، جينا على الساعة 12 لقينا الناس بتصوت وبيقولولي ان هي ماتت، وقال ان هو ما كانش مصدق لان مفيش بينها وما بين جوزها اي خلافات تخليه يموتها، والطبيعي ان هي كانت بتغضب عادي شوية وترجع لبيتها تاني، لكنهم اتفاجئوا بعد تحريات رجال الشرطة والمباحث ان المجني عليها مش ميتة غاز ولا حتى من الدفاية، وان هي ميتة مخنوقة هي وعيالها. واثار الخنقة على رقبتهم، وابنهم شفايفه كان لونها ازرق وده من كتر ما ضغط على رقبته. ودي كانت صدمة لأهل المجني عليها لان الجاني مش بيعاني من اي مشاكل نفسية ولا حتى في سبب لارتكاب الواقعة، وعلى الرغم من ان الجاني هو اللي مرتكب الواقعة الا انه لحد اخر وقت كان ثابت ومش باين عليه اي حاجة، وهو بنفسه اللي ودى المجني عليها وولاده للمستشفى مع اهلها، وهو اللي نزل لهم وقال لهم الحقوا بنتكم، وكان في منتهى الذكاء وبيبعد عنه الشك والشبهات. لكن تقرير الطب الشرعي وجهود رجال الشرطة قدرت توصل للسبب في وفاة ام وولادها الاتنين. طلع في الآخر جوزها اللي هو ابن عمها ومن لحمها ودمها هو اللي مخلص عليها، خنق مراته وولاده الاتنين وما رحمش ضعفهم ولا صعب عليه حتى ولاده اللي هم 10 سنين و6 سنين، وما زال جاري التحقيق في الواقعة، وأهل المجني عليها بيطلبوا بمحاسبته لأن هو ضيع 3 أرواح من غير سبب.